أعزائي الطلبة وطالبات المعهد الفني الصاحب ياسود أو أي حد بيسمعنا من معاهد صحية أخرى شعبة صيانة الأجهزة الطبية، أهلا وسهلا بكم في مادة تقنيات الأجهزة الطبية. موضوع محاضرة اليوم هو السكشن ماشينز أو الاسبيريتورز أو آلات الشفط. لو حبينا نعرف آلة الشفط أو السكشن ماشين أو الاسبيريتورز، هو تراكيتوميكير ديفايس أو جهاز بيوصل بالقصبة الهوائية، بيستخدم لإزالة كل عوائق التنفس. الماشين بتشفط أو بتستخرج إلى الخارج الميوكس أو المخاط سالفة أو اللعاب لبلاد الدم وأي إفرازات أخرى. يتم التنظيف طبعا من كل هذه الأشياء لتسهيل عملية التنفس. السكشن ماشينز أو الأسبيريتورز ممكن تستخدم في المنازل مع المرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، أو مع المرضى اللي معمول لهم شق حنجري. مكونات السكشن ماشين، أول حاجة سكشن بامب أو مضخة الشفط، تاني حاجة الوصلات أو التيوبينجز، الأنابيب أو الخراطيم، وعلبة وبطارية ومصدر للطاقة أو الشحن وفلتر. البكتيريا فلتر بتمنع عودة السريان من الكانستر. إذن السكشن ماشين معتمد على قوة الشفط. متوفر منها حاليا أجهزة خفيفة الوزن وسهلة الحمل portable machines. على سبيل المثال أدي جهاز شفط. يبقى إذن السكشن أسبيريتور عبارة عن جهاز طبي بيستخدم أساسا لاستخراج المخاط وكل السوائل الأخرى عن طريق الفم. السكشن كاثيترز أو القسطرة، عن طريقها بيتم استخراج كل الإفرازات من الإير واي، وبيكون متصل بالكانستر أو الوعاء اللي بجمع فيه كل الفلويدز دي، وده بيكون متصل بالأنبوبة الحنجرية. اليانكورز ده عبارة عن أنبوب يستخدم عن طريق الفم لشفط اللعاب والفلويدز الأخرى. مصدر القدرة في الماضي للسكشن ماشينز كان اليد، بيتم الشفط يدويا. حاليا بيتم استخدام القدرة الكهربية، وبيكون موجود في البورتابل ديفايسز بطارية. يبقى إذا مع التكنولوجي أصبحت أكثر أمنا وأكثر خفة في الوزن، وكمان تعيش أكتر durable، وبتمتاز بالبورتابيليتي أو سهولة الحمل والنقل من مكان لآخر. لكن عيب السكشن ماشينز في المينتنانس أو الصيانة. الصيانة بتاخد وقت أكبر، وبتتم عملية الصيانة بواسطة الشركة الموردة. المستخدم ممكن يعمل عملية الصيانة لبعض الأجزاء البسيطة زي تغيير البطارية، تغيير بعض الأجزاء، الكلينينج. عملية التنظيف والتعقيم دي مهمة جدا، لازم تتم عملية التعقيم بعد كل استخدام، وخصوصا للكوليكشن بوتلز، سواء البوتلز دي زجاجية أو بلاستيكية. ولازم أشوف المصنع أي الإيه في دليل الاستخدام عن عملية التنظيف والتعقيم. أتمنى تكون محاضرة واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع جهاز طبي جديد. شكرا لحسن استماعكم.